بنا اولادنا هنا لم يستناو فينا في مدينه قلمه ياخذوا قسط من هذه الحفلات اللي نديروهم، هذه الحفلات الترفيهيه والتربويه في نفس الوقت، حتى هي موجهه للاولياء، يعني حتى في الاغاني وفي الرسائل اللي نوجهوها هناك رسائل للاولياء وللاطفال، لانه تربيه النشء هي مسؤوليه الجميع. الحفله عمو يزيد مع بابا وماما لاني نسمع في الاغاني تاعو، عجبني الحفله. نشكر عمو يزيد بزاف بس دار لنا الحفله وعجبنا حضوره. بناتي يحبوا عمو يزيد وفرحنا بزاف كي قالوا جايين ديالنا، فرحوا بزاف الاولاد حتى حنا فرحنا بهم. حافظين اغاني تاعو مالفين يتبعوها ديما في التلفزيون، مالفين ديما يتفرجوا قناه عمو يزيد. تعلم الاولاد الاغاني تاعو فيها فوائد كبيره، يتعلمهم كيفاه يراجعوا دروسهم على الالوان على كل شهر، احترام الوالدين.